وينضم إلينا من العرايش طيب حمدي الطبيب والباحث في السياسات والنظم الصحية. مرحبا بكم معنا دكتور. أهلا وسهلا، شكرا. بداية يعني إرسال 40 طن من المساعدات الطبية للفلسطينيين في قطاع غزة، يعني عادة يتم إرسال مساعدات غذائية، أغذية وغيرها، لماذا بالضبط الآن يعني مثل هذه المساعدات الطبية؟ بداية حتى نعرف يعني القيمة المركزية لهذه المساعدة الطبية والمبادرة المغربية لدار المغرب بتوجيهات من جلالة الملك، والأهمية ديالها في هذا الوقت بالذات. خصنا نذكروا بأن هذه المساعدة الطبية اللي مشات اليوم هي ضلع فقط من الأضلع للدعم ديال المغرب للشعب الفلسطيني في غزة، في الضفة الغربية، في القدس. الدعم السياسي من جلالة الملك دائما يدعو إلى وقف الحرب، يدعو إلى إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشريف. من ناحية المساعدات، احنا في وقت حرب وجهت مساعدات غذائية في رمضان. كذلك نعرف الأهمية، منظمة الأمم المتحدة قالت على أنه من فاتح يونيو إلى 18 يونيو في هذا الشهر كانت هناك 61 مهمة أممية مبرمجة، لم يتم نجاح إلا 18 مهمة، واليوم المغرب هو يوصل 40 طن من المواد الطبية. والمواد الطبية اليوم تحتاجها قطاع غزة لأنه المنظمة الصحية مع الأسف تم تدميرها تقريبا بالكامل وأصبحت هدفا، وبالتالي الشعب الفلسطيني في حاجة ماسة إلى أدوية، إلى مستلزمات طبية، إلى مسائل بسيطة جدا أو معقدة لليوم. المساعدات المغربية بتوجيهات من جلالة الملك يعني وصلت إلى قطاع غزة، ومن المؤكد أنها غادي تساعد على الأقل ولو تخفيف من جزء من المعاناة ديال الشعب الفلسطيني. صحيح، يعني هذه المساعدات الطبية دكتور طيب حمضي يعني تشمل على الخصوص معدات لعلاج الحروق والطوارئ الجراحية وجراحة العظام والكسور، وأيضا يعني أدوية أساسية. كيف يمكن لهذه المساعدات أن تخفف من معاناة القطاع وأيضا نازحين في المعابر؟ أذكروا بأنه بحال قلنا على أنه المنظومة الصحية مع الأسف قطاع غزة تم تدمير ديالها. قطاع غزة كان 16 سنة تحت الحصار، إذن ما كانش عنده إمكانيات كبيرة من ناحية الصحية، وهذه الإمكانيات على ضآلتها وقلتها اليوم أصبحت منعدمة. وبالتالي اليوم الشعب الفلسطيني محتاج، يعني كتسمع على أنه هناك عملية جراحية تجرى حينما تجرى، لأنه حتى لم يعد إمكان إجراء عملية جراحية بدون مواد تخدير، والناس محتاجة. هناك الحروق، المرهمات ديال الحروق غير موجوده في قطاع غزه. الاطفال يعانون مشاكل ديال سوء التغذيه ويعانون من الامراض. احنا في فصل الصيف الامراض ستزيد انتشارا مع الاسف، لانه حتى المواد الغذائيه لا يمكن حفظها في هذه الحراره. فاذا نحن اليوم قطاع غزه مقبله على حاجه في الغذاء من جهه، والادويه والمستلزمات الطبيه من جهه اخرى، والمبادره ديال جلاله الملك هي من أجل التخفيف على الشعب الفلسطيني. نتمنى أن تليها مبادرات أخرى من جهات أخرى وأن تنجح فعلا، لأن بحال قلنا الأمم المتحدة بنفسها كتقول باللي من أصل 61 مهمة 18 وحدة اللي نجحت، واليوم الحمد لله المبادرة المغربية بتوجيهات جلالة الملك ها هي تمكنت توصل للقطاع غزة وتوصل للهلال الأحمر الفلسطيني باش يمكن له يوزعها على المستشفيات وعلى الناس اللي محتاجين لها. أشكرك جزيل الشكر طيب حمدي الطبيب والباحث في السياسات والنظم الصحية على هذه المشاركة معنا. مرحبا.